عايزه حقي. انا واحده انضربت جوه شغلي جوه محلي، زوجي جه تعدى عليا بالضرب مستحق، ضرب الكراسي واهانات وسب الدين والفاظ مش كويسه، وده ما ينفعش اصلا مع اي واحده ست في مكان عملها انه يحصل معايا كده. فانا عايزه حقي، انا جايه دلوقتي عشان عايزه حقي. مشاهدي ومتابعي مصر اليوم في كل مكان، بنرحب بكم في لايف جديد من داخل محافظة الغربية وبالتحديد من داخل مدينة المحلة الكبرى. يعني واقعة تناولتها منصات التواصل الاجتماعي داخل مدينة المحلة الكبرى، ألا وهي تعدي زوج على زوجته في محل عملها طبعا، وتكسير كراسي المحل عليها ويمكن سحلها. طبعا احنا اطلعنا على الفيديو ده لكن للأسف مش هنقدر نعرضه ليكم. يعني النهاردة معنا مدام حنان، تمام، هنتعرف اكتر معاها على قصه التعدي عليها. ايه اللي حصل بالظبط في الواقع؟ يعني احكي لنا بالظبط تفاصيل الواقع من البدايه كده. هي تفاصيل الواقع، انا كنت قاعده في المحل عادي وفجاه انا اتفاجئت ان هو داخل عليا، انا ما اعرفش اصلا ان هو جه امتى او كده. الواقع دي اصلا في تفاصيل قبلها، بس ده كان في البيت، ان هو كان جاب بلطجيه البيت قبل كده. وكنت خايفه ان انا اروح البيت خالص، ويعني حاجة شبه ان انا ما عدتش بروح البيت بسبب البلطجية اللي هو جابهم كذا مرة. فانا خفت، طبعا معايا بنات صغيرة، البنات اصلا خايفين، فما عدتش بروح البيت. ففي اليوم ده انا ربنا سترها معايا، رحت جبت لهم هدوم كده من البيت ورحت المحل. تحديدا كنا الساعة 5 كده او 5:15 من اذان المغرب، انا خلاص واخده حاجاتي، حتى باينه في الفيديو الكاميرات المراقبه رصدت الواقع بالظبط، ويعني تفاصيل الواقع. فحاجات عيالي محطوطه في الاكياس على المكتب، وخلاص محضره حاجاتي عشان هقوم امشي. بس كان في الوقت ده انا كان عندي الازمه بتاعه القلب، فده اللي اخرتني ان انا اقوم امشي، كنتش قادره ان انا اقوم اصلا. فاتفاجئت ان هو داخل عليا، هو ما فيش اي حاجه بيقول، انا كنت قاعده بلعب في تليفوني عادي، بحس ان انا مع الوقت ان انا اقوم امشي يعني. فقعد عادي بوست لقيت اللي داخل عليا شتايم بقى، سب الدين، الفاظ مش كويسه، وده طبعا ده العادي بتاعه، ده اقل حاجه عنده يعني. فانت ما سلمتيش الشقه ليه؟ كل الموضوع اصلا ان هو على تسليم الشقه. الشقه دي جابها لنا السنه اللي فاتت بعقد ايجار معمول بتاريخ شهر 4/2023، هينتهي في شهر 3/2025، تمام؟ فهو بقى قصته مع صاحبة البيت ان هو ما بيدفعش ايجار او بيدفع ايجار، فدي مش مشكلتي، هو عاد الايجار باسمه. انا كزوجة وكمان ام البنات، انا ليا مكان امن ان انا اعيش فيه، هو جابه لنا خلاص احنا عشنا فيه وادانا بالشقة دي، ما فيش مشكلة وقعدنا فيها. هل هي دي الشقة اللي انت هتقعدي فيها انت وبناتك؟ خلاص اوكي، حطينا حاجتنا وعشنا فيه، تمام. دلوقتي جاي ان هو طبعا في حاجات بقى، تفاصيل تانية برضو ما ينفعش ان تتقال على السوشيال ميديا، دي هتتقال في النيابة طبعا. لقيته بيحرض الناس، يجيبوا لي بلطجية ويطردوني انا وعيالي ويجيبوا لي حريم من هنا. نرجع للواقع ذات نفسها، احكي لنا تفاصيل الواقع بالظبط، ايه اللي حصل معاك؟ يعني اوصفي للناس الفيديو. يعني تفاصيل الواقع، لما دخل كان مشكلته ان هو عايز مفتاح الشقة عشان يسلم الشقة لصاحبة البيت، واحنا نطرد في الشارع بقى، نقعد في الشارع مش مشكله عنده يعني. فهو دخل وانا اصلا مش قادر اتكلم، ما بتكلمش، ما بردش اصلا، مش قادر اطلع الكلمه. مفتاح البيت فين؟ انت ما سلمتيش الشقه ليه؟ انا مش قلت تطوري في داهيه، والكلام بقى مش حلو. فالمهم راح انا لما لقيته ما بردش، هو قلم واحد، انا كنت اتقلبت، شال من تحت الكرسي كان بعز ما فيش، انا الكرسي ده كان بيطلع السقف كده وبينزل، يعني هو لو بيتعامل مع راجل هو مش هيضربه الضرب ده، هو لو بيتعامل مع حيوان برضه مش هيضربه الضرب ده او بالطريقه دي، دي طريقه وحشيه. ده واحد يعني لو هو مغلول مش هيبقى، طب هو مغلول مني ليه؟ عملت فيه ايه عشان يبقى مغلول مني؟ نفسي في اجابه للسؤال ده اهو، لان انا اصلا في البهدله دي معاه من اول يوم انا اتجوزت فيه. قلت لي من رابع يوم جواز وتم التعدي عليكي. تم التعدي عليا بالضرب، بس طبعا انا كواحده عاقله ما رضيتش ان انا اوصل الموضوع من اول رابع يوم للطلاق عشان خاطر كلام الناس، لان انا واحده ما يهمنيش غير سمعتي، انا مش هفرق بقى اي حاجه ثانيه غير سمعتي، تمام. فطبعا هيطلع كلام كتير ان انا واحده مش تمام او كده، فانا لا، تلاشيت كل الكلام ده. وبعدين اول سنه جواز كواحده عاقله احنا بنعرف بعض، فاديت فرصه لكل حاجه، وان لو هو وحش يتعدل، لو انا وحشه اتعدل كده يعني. بس
وطبعا ضرب بطريقه مش كويسه، كان كل اي حد اي حد من الجيران مثلا يدخل عشان يمكن شفنا برضو في الفيديو اللي هو حد حاول يدخل يساعدك اكتر من مره او ينجدك. اطلع بره. يمكن برضو في طبيبه في الصيدليه اللي جنب منك حاولت تدخل. هي خافت اصلا من منظره كان مش طبيعي. الضربه كان بوحشيه. ده كان هو لو بيسحب بني ادم او حيوان مش هيبقى برضو بالطريقه دي. انا اتفاجئت باللي بيحصل. يعني كنت في حاله ذهول، حتى الفيديو اصلا من اول لاخره انا في حاله ذهول. انا ايه اللي بيحصل معايا ده؟ انا ببص قدام المحل لقيت اكتر من 50 راجل بره واقفين برضو بيتفرجوا. يعني الناس كلها في حاله ذهول مش عارفه هو ايه اللي بيحصل ده، بتاع ده عشان ايه؟ وبعدين انا اصلا ازاي اتعدى عليا جوه محلي؟ هو عمل ايه؟ بعدين يعني انت يمكن قلت لي اللي انت معاكي قرار من المحكمه بالتمكين. تمكين جزء للشقه. ايوه السنه اللي فاتت لما بعت ريكوردات وقال فيها حاطط لها بلطجيه وحاطط لها نسوان وحاطط لها حاجات من دي عشان يجربوها وتاخدوها بره الشقه. هو كل حياته ان ما يدفعلناش جنيه، ما يصرفش علينا جنيه، تمام؟ فكان كل كلام ارميهم بره الشقه. انت منفصل عنه من اخر، يعني ده اخر انفصال. انت قلت لي انفصلتي عنه قبل كده. هو كان رمى عليا اليمين قبل كده في تقريبا في السنه 2017 او 2018، ويحلف عليه الطلاق تاني، وكان وقع برضه الطلاق. يعني يعتبر كده دي طلقتين، والثالثه انا قدمت على الطلاق اصلا. انا في المحاكم من شهر 10 مقدمه على الطلاق وان شاء الله قرب يخلص. احكي لنا تفاصيل. انت يمكن قلت لنا برضه حنان يعني اللي هو تم التعدي عليكي برضه، كنت انتوا خارج البلاد في احدى الدول العربيه وتم التعدي عليكي برضه هناك، وحاول اللي هو تقريبا بسلاح ابيض او بسكين اللي هو يتعدي عليكي. بنتي شاهده حتى على الموقف ده، بنتي ما شاء الله عليها مش قادره تنسى الموقف. يعني بنت صغيره ازاي هي تدخل على مامتها وباباها ماسك السكينه وبيحطها في بطنها؟ هي بنتي شهادة على موقف بحذافيره، ولغاية الآن الصورة مش راضية تروح من دماغها تماما. ده غير إن هو اتعدى على بنته شخصيا لما يضربها بالقلم على وشها يعملها نزف في عينيها. ده أب، هو ده أب. أنا نفسي بس أسأل سؤال قبل أي حاجة، هو مفهوم الأب إيه عند الرجالة كلها؟ مفهوم الأب إيه؟ أو مفهوم الزوج إيه؟ أنا عايزة أفهم الاتنين، الأب والزوج مفهومهم إيه؟ هما عبارة عن إيه؟ أنا عايزة حد يطلع يجاوبني على الإجابتين دول. بس يمكن انا مش عارفه ان انا مش عارفه اجابتهم. مثلا هو الزوج المفروض يكون ظهره وحمى وسند لزوجته؟ هو المفروض يكون معوض عن ربنا وعن اهلها، ولا الشوكه اللي بتطعمها؟ والمفروض ان يكون ستر ليها، ولا انه يعريها، ولا يطعمها في شرفها؟ حصل منه كده. ايوه مع عندي كل الكلام ده موجود، ولا يعني مش عارفه اقول لك ايه ولا ايه. بتحاولي تباني متماسكه يا حنان قدام الكاميرا؟ طبعا. بعدين انا الفتره اللي فاتت كنت في حاله ما يعلم بها الا ربنا طبعا. احنا حاولنا نتواصل معاكي اكتر من مره. بس انت قلتي لي ان انت مش نفسيا ما كنتيش مؤهله لاي حاجه. خالص. انا يمكن النهارده انا منفعل. بس انا شايفه نفسي ان انا احسن من بكتير بكتير بمراحل كلها الحمد لله. يعني شايفه ان في امل ان انا هاخد حقي ان شاء الله. ان شاء الله كده كده هتاخدي حقك يعني. ان شاء الله ان شاء الله من غير ما تم تحرير طبعا محاضر رسميه بالواقعه. طبعا حضرت محضر بتاع المحل، تمام، وفي محاضر تانية كمان اتعملت بعدها تبديد. حنان احساسك ايه يوم الواقعه بالظبط؟ يوم اخر واقعه تم التعدي عليكي فيها؟ يعني انت برضو يمكن قلت لي اللي هو تم التعدي عليكي برضو اثناء حملك في الحمل الثاني. وانا في الشهر التاسع. قبل الولاده بكام يوم كمان. سبب الخلافات ان هو اصلا واخد كل راتبي. انا كنت شغاله في احدى الدول. دول الخليج. كان راتبي محترم جدا، وهو كان واخد كارت الفيزا مني، مستولى على كل حاجه. هو خليني اصلا دلوقتي ما احكمش على جنيه. خد مني كل ما املك، كل ما املك خده، وساب لي البنتين انا برضو اللي براعيهم وبشيل مسؤوليتهم. حتى ان انا نزلت اشتغلت في مصر هنا وكمان كونت محل، هو مستكتر علينا ده. طب انت لا منك ولا كفايه شرك،
لا ترحم ولا تخلي رحمة ربنا تنزل. طب إيه؟ لا أنت بتسأل ولا أهلك بيسألوا عن العيال، طب مين ده اللي هيسأل عن العيال؟ بالنسبة للواقع بتاعت الدولة العربية، تمام، كانت قبل الولادة بكام يوم برضه كان برضه خلفات عشان الفلوس وكده. وأنا بصلي وأنا من نيست جود، أنا لقيت الإزداد بيتشد مني من ورا بتخيل أنا زرقيت، أنا كنت حرفيا بموت. وبرضه الواقعة دي بنتي اللي دخلت عليا وشافت برضه نفس الوضع، من حلاوة الروح هو طبعا سابنا وخرج بره، أنا من حلاوة الروح أنا طلعت ولفيت من المبنى التاني وخرجت عشان أنا أروح المغفر بسرعة عشان يجيبوني. فالبواب العمارة ربنا يسامحه ندى عليه وقال له الحق مراتك طالعة على المغفر بتجري في الشارع، جابني من قدام جامع بتاع الدولة دي والناس دي طالعة، طلعنا صلاة التراويح برضه كنا في رمضان. فكان بيسحلني سحلني من شعري في الشارع كده بوريني كده في الأرض، كان ناس جاية بتقول له إيه ما ينفعش المنظر ده ومسكوا فيه. فقال لهم وفر 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 دلوقتي محدش يدعو له، الناس خافت. طب يعني هما مستنيين لما يذبح مراته وتشوفوا دمها على الأرض تجروا تحشوها؟ يعني إيه مراته؟ يعني هو اشتراها من سوق العبيد مثلا؟ يعني ايه مراته؟ يعني ايه مراته وتسيبوها؟ طب هي تستنجد بمين؟ يعني انا دلوقتي عايزه اعرف انا استنجد بمين؟ انا والدي متوفي، يعني انا كلهم متوفيين ماليش ظهر غير ربنا سبحانه وتعالى، تمام؟ انا دلوقتي اتحامى في مين؟ انا دلوقتي ده بيقول لي انا مش لاقي لك حد ان انا اتكلم معاه، يعني بمعنى اوضح ان هو فاتح صدره على الرابع، انا مش هاممني حد، يعني قال لي كده انا مش هاممني حد. حاجة تانية ما ينفعش نذكر. لا حول ولا قوة إلا بالله. حنان دلوقتي عايزة إيه؟ حقي وحق بناتي، أنا عايزة حقي كامل، حقي لازم يجي. أصل مش أنا بس، مش حنان واحدة بس اللي موجودة في الدولة، لا أنا في زي كتير، بس لو أنا سكت يبقى الموضوع ده هيزيد عن حده وهنشوف ضحايا كتير قوي، مش هيبقى ضربه بس، لا هيبقى موت. لما انا اتسحب من شعري بعد كده ايه اللي هيتم؟ يا ترى بعد كده ايه؟ انا عايزه اجابه بقى وعايزه حل للموضوع ده، يا ريت في اسرع وقت. مشاهدي ومتابعين مصر اليوم في كل مكان، كنا معكم من داخل محافظة الغربية وبالتحديد من داخل مدينة المحلة الكبرى. كانت معانا حنان ضحية اعتداء زوجها داخل محل عملها. يمكن احنا شفنا الفيديو اللي رصدته كاميرات المراقبة بتاعت المحل الخاص بيها، فيديو صعب جدا، يعني سحلها وضربها بطريقة وحشية جدا داخل محل عملها. كده نكون وصلنا لختام اللايف، نشكركم متابعينا الكرام، شكرا لكم.